كنظن ان خصنا واحد نقطه انطلاقه بالنسبه للتحليل ديالنا ان بوين دو ديبار. دابا جاءت الظروف التاريخيه وال الصيروره التاريخيه ديال واحد العدد ديال البلدان وحنا منها على انه وصلنا لما يسمى بواحد الاجماع سياسي يعني كونسنسوس بوليتيك على انه النظام ديالنا كاين اجماع عليه الا بغا نطرف واحد القله قليله كاين اجماع على النظام ديالنا على الدستور ديالنا على التوجه بصفه عامه للبلاد وجميع القوى السياسيه والاغلبيه الساحقه من القوى اللي كاينه في الميدان هي تجمع على يعني المغرب كيف ما كنشوفوه كامل. اذا هذه العتبه او العقبه اللي كاينه عند دول كثيره ما قدروش يوصلوا ليها دول في الجوار احنا الحمد لله الموضوع ما مطروحش عندنا بنفس الشكل اللي كيتطرح عند هاد الدول اللي مازال ما فاهمينش اصلا على الهويه المؤسساتيه ديالهم. ما بارلي دان كونسنسوس بوليتيك وهو الذي يفرز هذه المؤسسات وهذه الميكانيزمات السياسيه وغير السياسيه الى اخره كلها وكيفاش كتمشى بالتنافسيه ديالها بالمسائل ديالها كلها وهذا كيعطي كتبقى غالي حتى كتوصل كيعطي واحد الديناميه في المجتمع. ولكن ربما انه الوضعيه اللي فيها المغرب والتحديات اللي امام المغرب والتي يتفرد او يتميز بها المغرب بالمقارنه مع دول اخرى بالاكراهات ديالها وبالامكانات ديالها يعني لي ديفي كونترانت لي زوبورتونيتي بجوج ماشي غير كتجعل على انهم محتاجين واحد الطبقه واحده اخرى في البناء المؤسساتي ديالنا انها ترسخ. هذه الطبقه هي واحد التوافق ديمقراطي كومبرومي ديمقراطي Il faut passer du consensus politique au compromis démocratique. Le tawafouq démocratique est lié à la NAO ou à l'Algérie, mais le tanafus, le Kadrikoun, nous sommes d'accord. Ou nous devons جانبا في واحد المرحله تاريخيه ماشي كليا ولكن جزئيا. علاش؟ لان التحديات اللي قبلتنا خصها الاداء ديليفري نعطيو للمجتمع يعني المجتمع شحال هو كيتسنى. واحد الجزء من التنافس الديمقراطي هو ديمقراطي غير في الصوريه ديالو ولكن في العمق ديالو كيقدر يكون عقيم حول مواضيع ربما وقع فيها الاجماع على المستوى الدولي مثلا كيفاش خصنا نقريو اولادنا شنو هما العلوم اللي خصهم ياخذوهم الى اخره. دونك هذا الجزء هذا من النقاش خصو الخدمه وخصو الدليفري اكثر من اعاده التشخيص بشكل غير متناهي. هنا كتبدا الوساطه السياسيه عندها المعنى ديالها. الا بغيتي دير لو كومبرومي ديموكراتيك الا بغيتي دير التوافق الديمقراطي خص الوساطه السياسيه تكون خدامه باش ما نديروش واحد التوافق ديمقراطي اللي هو ضد الديمقراطيه. خصنا يكون حنا يرسخ الديمقراطيه ويدعم الديمقراطيه ماشي فيه تراجع للديمقراطيه. كنتكلم على مستوى فكري وهذه هي الفكره ديال النموذج التنموي بعدا هي هذه هي هذا النموذج التنموي هو واحد يعني حسب الفهم بعدا انا اللي فهمته شخصيا هو واحد المجهود وطني استثنائي فيه عدد كبير من المكونات ديال البلاد فيه التمثيليه فيه كذا ولكن اللي غادي يعطي واحد البناء
ما خلاتش الحلول، غيرتي واحد البناء اللي هو الركيزة ديال هاد التوافق الديمقراطي. باش نقولوا شنو دايخليكم الطرقان اللي عندنا في المستقبل راه واضحين، دابا خصو خصنا الخدمة باش نوصلوا لهاد الأهداف الكبيرة. وملي كدير التوافق الديمقراطي كتحل واحد الإشكالية كبيرة تكلم عليها سي محمد فطلاح، هي القضية ديال الانتيغي جينيرال، حيت السياسة في الأداء ديالها المشكل اللي المشكل اللي ما كتقدرش تحلو فيها، وهذا اللي كيجعل كاين أزمات في عدد من الدول الحمد لله حنا ماشي منهم، هي داك المسلسل ديال تحديد المنفعة أو المصلحة الوطنية ولا العامة، هو هذاك لو بروسيسوس دو ديفينيسيون دانتيغي جينيرال اللي كونفليكتويل. حيت انت حزب سياسي كتقول هذا هو الانتيغي جينيرال، واحد اخر كيقول لك لا ماشي هذا هو الانتيغي جينيرال، الانتيغي جينيرال هو هذا، وكنبقاو غير في المفاهيم، وكيعطي واحد التوجهات اللي يقدروا ما يكونوش غاديين في نفس الاتجاه. إذن مرة أخرى هذه الوساطة السياسية هي واحد لو ماست هاف، واحد الحاجة اللي خصها تكون عندنا باش نقدروا ندللوا الصعاب وندوزوا من الإجماع السياسي أو التوافق السياسي إلى توافق ديمقراطي بواحد الآلية. رانا ملي كندخلوا لهذ الآلية، وسمحوا لي كنهضر شوية بالدارجة، ملي كندخلوا لهذ الآلية هذه كنلقاو راسنا كاين بعض المآزق، كاين بعض الإشكاليات العملية اللي مطروحة. الإشكالية الأولى تكلموا عليها لا سي عبد الله ولا سي محمد، هي الجودة ديال التمثيلية. شفتوا في دول أخرى كيوقعوا انتخابات كتكون يعني انتخابات لا غبار عليها، وكيكون فيها أغلبيات ساحقة، وكيخرج الشارع في العام الأول ولا العام الثاني، وكتبقى الأغلبية كلها كطيح، وكيتعاود البرلمان وكتعاود الحكومة، مما يسائل الديمومة ديال الشرعية السياسية في المواجهة ديال إشكاليات شعبية ملحة تؤلف حولها يعني القوى ديال المجتمع. فإلا كنت ديمقراطي ديال الصح راه خاصك ما تكتفيش بالميكانيزمات ديال التمثيلية على أهميتها، ولكن خاصك تكون تنصت بشكل قوي الى كل التعبيرات الاخرى اللي غادي تكون في المجتمع، والتي ماشي ديما تدخل في الميكانيزمات ديال لا ديموكراسي فورمال. فورمال الشكليه ربما تقدر تكون عندها واحد المعنى بيجوراتيف، ولكن حنا كنهضروا بواحد الطريقه زعما فورمال، سي تادير دي زيليكسيون ريبريزونطاسيون تا 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 او لا بروسيدور ايفيكتيف. اذا هنا كتقول المجتمع ديالك فيه جوج ديال الديناميات، في واحد الديناميه ديال المجتمع النظام لا سوسيتي دو لوردر، لوردر سي كوم سا كو فونكسيون لي انستيتيوشن، المؤسسات ديالنا كيخدموا بالمجتمع ديال النظام، بمعنى كل حاجه منظمه بالمفهوم الاولي ديال النظام ماشي لو ريجيم، لوردر بمعنى انه الى بغيتي تكون رئيس قسم خاصك تسنى 10 سنين، بغيتي تكون مدير خاصك تسنى 20 عام، بغيتي تكون كاتب عام خاصك تسنى 30 عام، مثلا هذا هو لوردر، النوبه فيها النوبه، كل شيء فيه النوبه في المجتمع، لان هذا هو اللي كيعطي دوك التعبيرات الاخرى. الوغ الا درتي النوبه في كل شيء، هذا غير كنعطي واحد ليماج اللي تقدر تكون شويه كاريكاتورال، ولكن غير باش نوصل زعما اللي بغيت نقول، حداها كاين المجتمع ديال ليغاليتاريزم، واحد النوع ديال التعادليه، اي التوق الى انه دوك الكتاب تيتقادو، علاش انا غنتسنى 10 سنين باش ناخذ هذه المسؤوليه؟ يمكن لي انا عندي واحد المسار يقدر يكون مختلف، نقدر نقرا احسن، نقدر ندير تجربه عندها جوده احسن الى اخره، وباش كتعطي اذا في هاد ال 20 عام الاخرى، وماشي غير في المغرب، في عدد كبير من المجتمعات ومنها المجتمعات المتقدمه والمتحضره والمتجدره الديمقراطيه، بانت هذا التوق الى مجتمع التعادليه او الليغاليتاريزم، بالموازاه مع مجتمع مع المؤسسات اللي تخدم بالطرق ديال النظام، حيت لي انستيتيوسيون تخدموا هذيك دي ريغل. اذا لوتر بان اللي كاينه دونك هو كومبرومي ديموكراتيك، كاين واحد البزوان ديال التوافق الديمقراطي، والثاني هو هذا ديال الاسم.
إذن كيجي الحوار الاجتماعي كآلية باش كتمتص فيها نقص ديال الفعالية أو كتغطي بها الإشكاليات ديال التمثيلية اللي يمكن تكون مطروحة في البناء المؤسساتي ديال ما قبل هاد الحركات الاحتجاجية وال ما نسميهاش حركات احتجاجية، نسميه غير تعبيرات ديال المجتمع لأن احنا ديمقراطيين. إذا ملي كندخلوا التجربة المغربية كنلقاو على أنه شنو حاولنا نديرو من الناحية المفاهيمية، حاولنا هذه عمايل أولا نبنيو ما سميناه المأسسات الحوار الاجتماعي، نتكلموا عليها الأخوين لا سي عبد الله ولا سي محمد. مأسسة بمعنى أنه كاين واحد الانتظام وكاين واحد الدورية ماشي بروتوكولية أو شكلية، هي كتخلق مشكل للحكومة وكتخلق مشكل للنقابات وكتخلق مشكل لأرباب العمل. لأن ملي كيكون عندك الانتظام والدورية خصك توجد الملفات، والملفات يتم تحليلها حسب المستجدات. ملي وقعت الأزمة ما بين أوكرانيا وروسيا وطلعوا الأثمنة، هادو مستجدات ديال القدرة الشرائية. كنا عوالين على حاجة من ناحية ديال التوازنات الماكرو اقتصادية والموازناتية، ولكن وصلنا للدورة ديال الحوار الاجتماعي لقينا حاجة أخرى، ما بقيناش كنتذكروا على المواضيع اللي كنا كنهضروا عليهم قانون الشغل، ولا كنتذكروا على أن الناس خصها زيادة عامة في الأجور. ولينا كنحسبوا وكاين واحد العدد ديال يعني الطرق باش كيتعبر بها على هذا الشكل، يمكن يكون عبر النقابات، عبر الاحزاب، عبر المجتمع المدني، عبر احتجاجات في قطاع معين. لان اذا كنظن انه المكسب اللي درناه في المغرب هو درنا المأسسة الحوار الاجتماعي. شنو معناتها؟ كل واحد عنده لي دوفوار ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.